السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معك عبد العالي اوغريس، رئيس الجمعيه الوطنيه لمحاربه الفساد وحمايه المال العام فرع مقاطعه المدينه. تنشوفوا هذه الحاله اللي وقعت في الناس نفس ساكنه الحياه، هذا قدر الله تعالى، ولكن سوء تدبير من مجلس الفائت. ميزانيه لا تقل على 27 مليار درهم، في الخلق 45 دقيقة من عند الله تعالى عرات على التيكور. اللهم انا هذا منكر ولا قدرنا عليه، ما كاينش اللي بيخدم الوطن والمواطنين. كاين المعاناة، كاين الناس هشان، الناس تعاني الامرين، وحدة في المعيشة في غلاء المعان، وزادت هاد الشيء هذا الدولة ما تضمنت معاه بوالو. جاو ما تضمنت العاش الملك. الدولة ما تضمنت معاه والو، جاو تيعطيهم في وعود كاذبة. الناس اللي يكون في العوان كاين اللي مات ليه ولده، كاين اللي مات ليه مرته، كاين اللي مات ليه الدار كلها رابت عليه. أنت تشوف مهمشة ومحقورة، اللهم إن هذا منكر ولا قدرنا عليه. راه عباد الله تتعاني الأمرين، عباد الله تتحرك في زوارق الموت تتقلب على التغيير. راه منكر هذا في حق الوطن وفي حق المواطنين، اللهم إن هذا منكر ولا قدرنا عليه. بزاف هذا الحقورة هذا بزاف. اللهم إن هذا منكر. هاد الناس ما تعاملوا معنا، تيجيو عندنا نطشحوا عليهم، بغينا نديروا معاكم، بغينا نبنيو لكم شي حاجة ما كاينة. دابا كل قال لنا تنوضوا فحالكم فين فينا نمشيو، هذا قضاء الله والشعب ديالنا ما دار معانا والو. وقهرونا دابا نبنيو لكم، دابا نعطيوكم شي حاجه ما كاينه، وهذا راه قضاء الله. الله يهدي ما خلق. هاد الناس اسيدي الله يجازيكم بخير، عياو ما يقولوا عطاو الملاير وعطاو كذا وعطاو كذا، وداروا العقر على الخنونه، حاشاك وحاشا وجهك. وهاد الناس قالوا الملاح راه تنظم، وقالوا الملاح تبنى، وقالوا الملاح هذا. ملي جينا نشوفوا لقينا الملاح هذاك الشيء داروا غير صوره غير لائقة. الداخل ديالو كله هو مهشش، وكله هو حالته ما هي حالة. ها هو بنت واحد البنت راه مخرى، هو يلا معايا تشوفوا راه في العتبة تاع طباب دارهم. وطلقتوا لنا البناية تيديروا لنا داك الشيء اللي باو هير تزوير، وداك الشيء ديال سميتو وشي حاجة، والمكياج، وفي الأخير والدفوف، وفي الأخير راه شي حاجة ما كاينة. لقينا داك الشيء مبني على الغش. ها هي ضاعت أمة تاعت البشر. السلام عليكم، وسمحوا لي بزاف ما نكذبش عليكم. اول وحده ضايعه هي انايا، ضايعه انا وولادي ومروح، وكاينين الناس هنا كاملهم ضايعين، صغار وكبار وضايعين. واش بنادم يخدم على والديه، ولا يخدم على الصاير، ولا يخدم على تماره؟ واولاد اغلبيه انت اللي تمشي للترافيك للسرقه كتمشي بالعشر سنين، ولا حول ولا قوه الا بالله. بينوضونا من هنايا ويديروا لنا القياط في واحد الخلا، تيسالي المؤتمر. علاش؟ حيت الشعب ديالو تيموت وما لاقيش فين ينعس، بالشباب صغار ضايعين منهم. انا ضعت وتنقول ضعت انايا وماشي مشكل، ولاني ما غاديش نخلي وحدين صغرين يضيعوا. عندي جوج الاولاد، وقال لك المؤتمر بيخسر لهم عباد الله، وما شافوش هاد الناس اللي ماتوا البارح، وما شافوش بزاف الحوايج وهاد الضحايا. وراه عباد الله دابا حاليا راه حنا قاعدين هنايا وما غاديش ننضوا من هنايا، تديروا معنا شي حل. وعاش الملك، وما عندناش فين بينا نمشيو. ودابا انا حاليا راه قاعد داير انا ولادي في الزنقه، راه قاعد داير انا ولادي في الزنقه وناس اخرين وعمة البشر، ولا حول ولا قوه الا بالله. وعاش الملك، عاش الملك. انا من ساكنه تاعت الملاح، وتنوب على الساكنه تاعت الملاح. حنا راجل بالقضاء ديال الله، ولكن ما نرجلش بالقدر ديال العبد. فاطمه الزهراء المنصوريه ما دارت لينا والو، تطلب عباد الله ينتخبوا عليها، تتقول لهم بنجي لكم بنجي لكم بنجي لكم. بحال هاد الحفر اللي حفره، لاش حفره ما تحفرش. واحد النهار داخله بالليل طالفيق انا مع الصباح، تلقات توجيها كلها مسبوقه. الساكنه اللي تجي بعد شي بالليل دايرين لها اعتبار، سابغين تجيها الحائطيه. حنا ما خدامين، ما رتامين، الناس بطالة، كاين الناس المطلقة، كاين الإهماش، بزاف د الحوايج، تنعسو ما كاملاش 24 ساعة، تنتفاجئو بالسيادة، السيادة مش من عندهم هما، تيزيدو علينا، حنا ما خدامين ما رتامين، كيفانا؟ تنعيشو بالعرام ديال البطاطا وخيزو التنجان، تا دابا ولينا تنجيبو حتى جوج كيلو 3 كيلو وما تيتشي لينا والو. 200 درهم تنخرجوها في جيبنا ما باقي تنرصوها. المدرسة بهاد جمعية أولياء الآباء الكراسة ما مقادشين، المدرسة مهمشة با 100 درهم، منين حنا بينا نجيبو لهم هاد 100 درهم؟ ما خدامين ما رتامين والو. الكتوبة ما باقيش تيتكراو ولاو تيتشراو، المحفظة ما باقيش تتعطى. علاش حنا تنتخبو عليك باش تعطينا الأعياد، تعطينا الشكارة، تعطينا المحفظة؟ البارح جات اش دارت؟ اللي تصورت علينا
ما دخلاتش للتير شافتهم اللي هما مهمشين واللي طايحين، ما شافتش الناس اللي كاع جايين ناعسين هنايا تعاونهم ولو بقرعه جات الماء، تصورات عليهم بالهضره تبروكولات زاد في حالتها. تنتفاجئوا حنايا دابا تيقولنا خرجوا من ديوركم بيت تجيونا للخلاوات، لا اعتنيوا بينا، دخلوا تشوفوا الطيور اللي رابو، عاونوا الناس اللي رابو في السكن جاو لهم، الناس ما عندهمش فين تمشي، الناس ما عندها حتى ما تاكل، ودابا بينا الماء ما لقيناش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع.